وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية، فقد تم تسجيل 382 شركة أو منظمة يابانية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد حتى الفاتح من أكتوبر الجاري، واحتلت اليابان المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الشركات المشاركة في المعرض. وقال رئيس الفرع الصيني لشركة ميتسوبيشي اليابانية توميزاوا كونيشي إن الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين واليابان. يصادف هذا العام الذكرى 40 للإصلاح والانفتاح في الصين، وكذلك الذكرى 40 لإبرام معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان. لقد حصلنا على فرصة التطوير والتنمية بالتزامن مع تطور المجتمع الصيني. معرض الصين الدولي للاستيراد سيشهد مشاركة العديد من الشركات الأوروبية، وقالت شركة أودي الألمانية إن التنمية القوية للاقتصاد الصيني ضاعفت من مبيعات أودي، وبلا شك فإن هذا المعرض سيكون أحدث منصة لتعميق التعاون بين الشركات الأوروبية والصين. قد عملت في هذا المجال لأكثر من 30 عاما واشتركت في كثير من المعارض السيارات، ولكن هذا المعرض الخاص ومختلف عن كل المعارض الأخرى، فلذلك نحن نحيطه ببالغ الأهمية. سجلت إلى الآن العديد من الشركات الأوروبية مشاركتها في المعرض، وبعضها قد قرر المشاركة في الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد.